ما هي العبادة؟ أملكوات مالات من دنو؟ من يعرف؟ العبادة تعرف باعتبارين. أملكوات مالات من دنو؟ باعتبار العمل وباعتبار العامل المصلي مثلا. بهلا تجلالت تجلت عليك عندنا راسوا معنتوا هلا تنيا تكباريوا. باعتبار العمل عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سروان بتملكة قلت وتال شيخ الإسلام رحمه الله قلت بهنا عربية قلت وتال. اسم جامع عبادة اسمنا وال لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله لم يوجهه إلا تكبارات من الأقوال كان يقدر أو الأعمال كسرة الظاهرة كالصلاة وتعوي كهونة عند صلاة يعني. أو الباطنة كالخوف وستعوي كهونة هلا عند فرحات يمسل هذا باعتبار العمل إيه سرام بتملكتي عبادة قلالة صلاة تعرف العبادة باعتبار العامل المصلي الصائم بماذا؟ تقبارهم بتملكتي دموتها تقلد عليك بأنها التذلل لله تتذلل لأنك عبد ذليل فقير محتاج مفتقر إلى الله سبحانه التذلل لله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى لتتنا النسل تغررنا ومكنياتهم أنت دهانه دكام له بفعل الأوامر واجتناب النواحي تعزاز بمدرس كركلون بمراقل الله لتغررنا محبة وتعظيمة لابد تجمع في سيرك إلى الله في العبادة بين الخوف والرجاء المحبة والتعظيم الله أن يقدره هنا الله أن يعلقه هنا